أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. أكد الرئيس المؤسس لحزب الائتلاف الوطني ناجي جلول مساندة حزبه لرئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أن حزب الائتلاف الوطني جزءا من حراك الخامس والعشرين. واستدرك جلول القول نساند سعيد لكن لن نعطي سكن على بياض، واعتبر جلول أن تاريخ الخامس والعشرين والتدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية أعادت الأمل لتونس وللحياة السياسية وللدولة ولمؤسساتها. كما اعتبر أن تجميع السلطات بيد شخص واحد خلال الفترات الانتقالية أمرا عاديا في إشارة إلى رئيس الجمهورية. وقال جلول في تصريح لموزايك على هامش اجتماع حزبي إخباري انتظم اليوم الأحد بمدينة سوسة إن تقييمه لرئيسة الحكومة نجلاء بودن سلبي، واستند في ذلك إلى أدائها الاتصالي خاصة خلال فترة الأزمات، مطالبا إياها بتقديم برنامجها الإصلاحي، غير أنه دعا إلى منحها فرصة على أن تتم محاسبتها لاحقاً إن فشلت. وحول تاريخ 17 ديسمبر 2022 الذي حدده رئيس الجمهورية لتنظيم الانتخابات التشريعية، قال ناجي جلول إن جميع الأحزاب غير جاهزة لموعد الانتخابات